افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة المؤتمر الفني السنوي 23 لجمعية مصنعي الغاز بمشاركة العديد من الشركات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الباحثين والمهتمين والمهندسين والفنيين. وقد أشاد سعادة وزير الطاقة راعي المؤتمر بالازدهار والتطور الذي تشهده سلسلة مؤتمرات جمعية مصنعي الغاز في دول مجلس التعاون، حيث تأتي فعالية هذا العام تحت عنوان الحلول التقنية في مواجهة التحديات في صناعة الغاز، مؤكدا سعادته أن موضوع المؤتمر جاء ليأخذ بعدا جديدا في ظل سيناريو التغير في أسعار الوقود في الوقت الراهن والحاجة إلى العمل على استثمار التكنولوجيا المستدامة واعتماد عدد من التدابير للتعامل مع الظروف الصعبة الناشئة. وأشار سعادة الوزير إلى أن انخفاض أسعار النفط هي قضية عالمية وأن تأثيرها ممتد إلى جميع دول العالم، منوها سعادته بصعوبة هذه الفترة التي تمر بها المنطقة، إلا أن صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط سوف تستمر في زيادة الأرباح متى ما عكفت هذه الشركات على تطوير عمليات التشغيل والتميز الوظيفي، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات المؤسسية والإجراءات الإدارية وتعزيز المهارات لجميع القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي والمهم. ففي ظل الأوضاع الراهنة والانخفاض الحاد لأسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، أصبح لزاماً على الشركات أن تأخذ إجراءات لتخفيض النفقات وتحسين العمليات واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتأكد من أنها لا تزال منافسة في السوق العالمية. وهنا في البحرين نفس الشيء، الشركات النفط والغاز أخذت إجراءات وقرارات صعبة بتخفيض النفقات وتحسين العمليات واختيار التكنولوجيا المناسبة للوضع في مملكة البحرين، والتي هي صديقة للبيئة وكذلك تؤدي إلى خفض النفقات وتحسين العمليات.